النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا RCSI جامعة البحرين الطبية عن خططها لتوسعة حرمها الجامعي، وذلك عبر مشروع استراتيجي بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، والذي يأتي تزامنا مع احتفالها بمرور عقدين على تأسيسها في مملكة البحرين. ويأتي ذلك تماشيا مع الالتزام الراسخ للجامعة بالمساهمة في تحسين الصحة البشرية وتقديم الرعاية للمرضى وتحقيق رفاهية المجتمع. وأشارت برايس ووترهاوس كوبرز في تقرير شامل حول المساهمة الاقتصادية الوطنية إلى أن تأثير جامعة البحرين الطبية على الاقتصاد الوطني للبحرين يبلغ سنويا 91 مليون دولار أمريكي. اختتمت أعمال المنتدى التوعوي التأميني الأول من نوعه في البحرين الذي تم تنظيمه من قبل شركة سوليديريتي البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، بهدف تعزيز الحوار حول الوعي التأميني ودفع التغيير الإيجابي في قطاع التأمين في البحرين. هذا واستقطب المنتدى شخصيات بارزة من الهيئات والمؤسسات الحكومية في البحرين لوضع توصيات قابلة للتنفيذ لصالح الأفراد وشركات التأمين والمجتمع ككل. وقد قدمت نتائج الاستطلاع خلال المنتدى رؤى قيمة حول وعي العملاء وتجاربهم مع منتجات التأمين، حيث أكد غالبية المشاركين بنسبة 88% امتلاكهم لوثائق تأمين سارية المفعول، في حين أن تأمين المركبات والتأمين الطبي والتأمين على الحياة يعد من أكثر أنواع التأمين شيوعا. وقد شدد أكثر من نصف الذين أتموا الاستطلاع بنسبة 66% أن الحصول على شرح وفي للتغطية التأمينية من قبل موظفي شركة التأمين سيحسن من تجربتهم التأمينية. صناعة التأمين في مملكة البحرين هي منظمة بموجب أحكام قانون العقود والقانون المدني وكذلك قانون اللي هو التأمين الإجباري ضد حوادث المركبات. فاليوم عندنا أي مركبة في مملكة البحرين تسبب ضرر يكفل تعويض المضرورين بموجب هذا القانون. هذا من جانب. من جانب ثاني أهمية التوعية في مجال حقوق والتزامات أطراف العلاقة التأمينية. فالمؤمن عليه مجموعة من الالتزامات، المؤمن هي شركة التأمين عليها مجموعة من الالتزامات، أنها هي الالتزام الأول هو أداء التعويض الجابر للضرر حين تحقق الخطر، وأيضا هناك بعض الحقوق الأخرى المتعلقة بتفسير بنود وثيقة التحكيم وإبراز الشروط وخصوصا الشروط ذات الأهمية اللي هي متعلقة بإعفاء المؤمن من المسؤولية. والشق الأخير المهم في التوعية هو تعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات واللجوء إلى الوساطة والتحكيم كطريق لفض المنازعات التحكيمية. طبعا الفهم المؤمن له أو الشخص اللي بيشتري هذه التغطية وايد مهم أن تكون عنده توعية كاملة وتثقيف كامل بالشروط والأحكام اللي موجودة في الوثيقة. هذه راح يسهل عليه أخذ قرار مناسب يحدد التغطية اللي هو يحتاجها، سقف التعويض اللي ممكن يحصله وقت الحادث. طبعا ما يخفى على أي شخص ثاني يعني أهمية معرفته بالاستثناءات أو الشروط أو الأحكام أو الواجبات اللي هي مهم انه هو يتعرف عليها عشان ياخذ القرار المناسب، وعشان يعرف وقت حدوث الضرر هو المسؤوليات اللي كان يقام بها هل راح تؤدي انه هو يحصل التعويض المناسب والصحيح. ما في شك ان التوعيه التامينيه في البحرين هي امر مهم جدا وهو يتعلق بتطوير ونمو قطاع التامين. وطبعا الهدف اظن من الملتقى اليوم هي ايصال رساله ان يجب العمل بجديه على تطوير التوعية التأمينية وعلى التي تهدف إلى تطوير أيضا أو نشر ثقافة التأمين والتأمين نفسه في البحرين أن ترتفع وتيرته ويعني يهدف إلى أن يكون عامل فعال في الاقتصاد البحريني. إنه يكون عندنا اليوم مؤتمر يركز على مناقشة القضايا المتعلقة ليش أنا عندي نقص في الوعي التأميني من الأطراف والجهات الحكومية والخاصة المسؤولة عن رفع الوعي التأميني، شنو خارطة الطريق اللي تخلينا نوصل إلى عميل
يشتري التأمين مو لأن التأمين إلزامي، لأنه مقتنع أن التأمين جزء من تخطيطه المالي وبيحميه في الحالات يعني السلبية في حياته، بعيد الشر عن الجميع، من موت، من مرض، من حوادث سيارات، من ضرر إلى ممتلكات. وللحديث حول تقلبات الأسواق العالمية يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف من دبي الأستاذ إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذ إيمان، يعني كيف يتم التعامل مع تقلبات العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والين الياباني، وما هي الاستراتيجيات التي ينصح بها في ظل هذه التقلبات؟ يا هلا والله، مرحبا فيكم، سعيدة جدا أني أكون معاكم مرة ثانية تلفزيون البحرين، أتشرف طبعا دائما أني أكون معاكم. أول شيء، يستخدمون المستثمرين استراتيجيات مختلفة للتعامل مع تقلبات العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والين الياباني. مثال على هالاستراتيجيات، في عندنا التحوط، يعني هم يقدرون يستخدمون تقنيات التحوط عشان يحمون نفسهم من تقلبات العملة. التحوط هي استراتيجية تداول يستخدمون فيها المتداولين أدوات مالية واستراتيجيات لتقليل المخاطر المرتبطة بموقف استثماري، وهي تعتمد على افتراض أن الأسعار راح تعود في النهاية إلى الوسط، وهالشيء يحقق لهم ربح في البيع وفي الشراء. كذلك عندنا استراتيجية التنويع، يعني يقدرون ينوعون تعرضهم للعملات من خلال الاحتفاظ بسلة من العملات المختلفة، ومن خلال توزيع استثماراتهم عبر عملات متنوعة يقدرون يقللون تأثير التقلبات في أي عملة واحدة. عندنا بعد التحليل الأساسي، يعني أن المستثمرين يحللون المؤشرات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي والعوامل الجيوسياسية عشان يتخذون قرارات واضحة بشأن استثمار العملات. من خلال فهم العوامل الأساسية اللي تأثر على قيمة العملة، كذي يقدرون يتوقعون تقلبات العملة ويستجيبون لها. وآخر شيء، عندنا استراتيجيات التحليل الفني، اللي هو يعني استخدام تقنيات التحليل الفني لدراسة أنماط الأسعار التاريخية والاتجاهات في أسواق العملات. يساعدنا التحليل في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، اللي يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات التداول بناء على تحركات الأسعار والمؤشرات اللي يشوفونها بالرسم البياني قدامهم. نعم أستاذ إيمان، يعني كيف تقيمين أداء السلع الأساسية مثل النفط والذهب في الأسواق العالمية، وما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعارها؟ نقدر نقيم أداء السلع مثل النفط والذهب في الأسواق العالمية باستخدام طرق وعوامل مختلفة. من الطرق الشائعة عندنا طبعا العرض والطلب، اللي هو التوازن بين العرض والطلب، يعني عامل أساسي أثر على أسعار السلع الأساسية. إذا تجاوز المعروض من السلعة الطلب في الأسعار تميل إلى الانخفاض، كذلك النقص في العرض ممكن أنه هو يؤدي إلى زيادة الأسعار. ممكن بعد تأثر عوامل مثل مستويات الإنتاج والأحداث الجيوسياسية والتغييرات في أنماط الاستهلاك على ديناميكيات العرض والطلب. في بعد عندنا العوامل الاقتصادية اللي تتأثر أسعار السلع بالظروف الاقتصادية العامة. بالتأكيد الأستاذة إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.